مؤتمرا عن الدجة العشائرية وتداعياتها على المجتمع بحضور جمع من وجهاء وشيوخ العشائر. مديرية شرطة بغداد أكدت الاستمرار بإلقاء القبض على منفذي هذه الأعمال حفاظا على السلم المجتمعي، مثمنا دور العشائر المتعاونة مع الأجهزة الأمنية للحد من هذه الظاهرة. إن قرار القضاء العراقي باعتبار الدجة العشائرية عملا إرهابيا جاء انتفاضا للقيم الكريمة التي تحملها عشائرنا الأصيلة، ونهيب بكم وأنتم الناس الكرماء وكما عهدناكم أهل الحق وناصري أن يكون دعمكم للأجهزة الأمنية في القضاء على هذه الظاهرة الدخيلة. إن شرطة النجدة وبعد أن تجاوزت سلبيات عملها السابق وعودتها لتكون العين الساهرة على العاصمة الحبيبة بغداد وأهليها، نثمن تعاونكم الكبير خلال الفترة الماضية في الوقوف مع منتسبينا في منع ظاهرة الدجة العشائرية، والتي لولا هذا التعاون من قبل العشائر الكريمة لما انحصرت هذه الظاهرة. نريد من خلالكم أن هذا الموضوع ينتهي انتهاء كاملا بفعلكم وبتضامنكم مع الأجهزة الأمنية، جهاز النجدة جهاز رقم واحد، جهاز نظام الدولة. تقيم مديرية شرطة النجدة هذا اليوم مؤتمر حول الدقة العشائرية بحضور جمع كبير من شيوخ العشائر الكرام لمناقشة هذا الموضوع ووضع الحلول المناسبة التي تجاوزت في بعض الأحيان سيطرة القوات الأمنية على هذا الموضوع بسبب العشائر. نحن سادة وشيوخ ووجهاء مدينة أمير المؤمنين ناحية النهروان واقعاً وفرحين بهذا المؤتمر وبآراء الشيوخ للحد من هذه الظاهرة السيئة والتي لا تمد للإسلام بصلة. ذلك القانون هو يختمش المجتمع العراقي وهو من الصفات إن شاء الله الحسنة الطيبة، ونشد على أيدي قواتنا الأمنية واقعاً ونبارك لهم هذه الجهود المبذولة في سبيل خدمة المواطن.